والآن كلمة باسم شبيبة عوائل الشهداء يلقيها الرفيق على الحسون فليتفضل مشكورا. أيها الرفاق والرفيقات، تحية ثورية لكم وبعد. باسم شبيبة عوائل الشهداء ومجلس عوائل الشهداء ساحة الرقة، نرحب بكم لحضوركم الكريم لكي نتوحد وتكون كلمتنا أقوى. لقد اجتمعنا اليوم لكي نجدد العهد والولاء لقائدنا المعتقل في سجون نظام الاحتلال التركي، وهو القائد الحر والحي في نفوسنا بأفكاره وفكره، وهو القائد الملهم لكل حر وثائر في شمال شرق سوريا وفي كل بقعة من العالم. ومن الواجب علينا أن نطالب بحريته ومحاسبة المعتدين. ونستنكر العزلة المفروضة على القائد الأممي عبد الله أوجلان. المؤامرة التي طالت القائد استهدفت شعوب الشرق الأوسط في شخصه، وإن مسألة استمرار اعتقاله ليست مسألة عادية كأي سجين سياسي معتقل ومفروض عليه عقوبة المؤبد مدى الحياة، إنما هي في غاية الأهمية، وأهميتها تكمن في أنها تمثل اعتقال إرادة شعوب تسعى وتعمل من أجل إدارة نفسها بنفسها والعيش بحرية وديمقراطية وسلام. كل هذه الأمور تتجسد في شخصية القائد أوجلان، والذي من خلال فكره وفلسفته التي اختزل فيها عصارة الفكر الإنساني